ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنحكي قصة استماع جديدة اسمها فكر اولا. يلا نروح نقرا القصة. كريم وريم اخ واخت، وريم هي الاكبر سنا. كريم طفل صغير ومندفع، لكنه يحب ريم اخته ويحترم كلامها. ذات مرة دخلت ريم على كريم فوجدته قد قام بتلوين الطاولة. سألته: ما هذا يا كريم؟ هل ما فعلته سيسعد أمي؟ كم ستتعب في تنظيفه؟ فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر أمه وقال: أنا أخطأت وأنا مسؤول عن تصرفي وسأنظف الطاولة. وفي يوم من الأيام كان كريم في مكتبة المدرسة يتصفح إحدى القصص بين يديه، لكنه كان يحدث ضوضاء عالية. نظرت إليه أمينة المكتبة وقالت: ما أثر الصوت العالي على زملائك بالمكتبة؟ فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر زملائه وقال: متأسف، سأحافظ على الهدوء في المكتبة. عاد كريم إلى بيته وحكى لأخته عن موقف أضحكه كثيرا وقال: كان حسين ينزل على درج المدرسة فانزلقت قدمه ووقع مثل البطريق. قالت ريم: يا كريم، هل ضحكتك جعلت حسين يضحك؟ فكر كريم في تأثير تصرفه على مشاعر صديقه حسين وقال: ما رأيك يا ريم؟ سأصنع له بطاقة أعتذر فيها وأكتب له كلمات طيبة، فكما جعلت أفعالي تحزنه سأجعل كلماتي تسعده. القصة دي عايزة توصل لنا ايه، او احنا المفروض نستفيد منها ايه؟ ان كريم هو صغير في السن، بس مش معنى ان انا صغير ان انا مفكرش في تصرفاتي وقول خلاص مش مشكلة، ما هم هيسامحوني عشان انا صغير. لا، هو كريم كان مندفع جدا. يعني ايه مندفع؟ يعني بيتصرف من غير ما يفكر، بس هو عنده حاجة حلوة بيعملها. ايه هي الحاجة الحلوة اللي بيعملها دي؟ ان هو بيسمع كلام اخته الكبيرة وبيحترم كلامها، مش بيعمل التصرف وهو عارف ان هو غلط ويقول لا خلاص انا عملت كده خلاص مش مهم. لا، لما اخته بتقوله ان اللي انت عملته ده غلط، بيرجع يفكر تاني في الموقف وبيعمل ايه؟ بيعترف بغلطه وبيحاول يصلحه. نستفيد ايه من القصة دي؟ نستفيد ان اول حاجة لازم نفكر قبل ما نعمل اي حاجة. ما نعملش زي كريم ان هو بيتصرف على طول من غير ما يفكر في التصرف ده هيزعل اللي قدامه ولا لا، او ممكن يأذي اللي قدامه او لا. لازم نفكر قبل ما نتصرف. طيب، لو غصب عننا عملنا حاجة بتسرع وغلطنا نعمل ايه؟ وحد كبير جاء لنا ان ده غلط، لازم نفكر في تصرفنا ونفكر ازاي نصلح الغلط اللي احنا عملناه. طيب ايه كمان؟ لما نغلط لازم نعتذر. لازم لما نغلط ايه؟ لازم نعتذر، مش نقعد نكابر مع اننا بنكون عارفين ان احنا غلطانين. في ناس بيقعدوا يقولوا لا احنا مش غلطانين وما يردوش يعتذروا، بس ده غلط. طالما انا غلط لازم اعتذر. فانا عشان اتجنب الغلط المفروض ان انا اعمل لازم نفكر الاول. يبقى عشان كده قصتنا كان اسمها فكر اولا. كده حبايبي نكون خلصنا قصة النهاردة. شكرا لكم.